مثلية المنظمة الأغذية العالمية والزراعة للأمم المتحدة فاو في العراق تعقد مؤتمرا لتطوير الواقع الزراعي والغذائي في البلاد. منظمة الأغذية العالمية عبر ممثلها في العراق نظمت مؤتمرا بالتعاون مع وزارة الزراعة بمناسبة يوم الغذاء العالمي للإسهام بالنهوض بواقع المزارع والزراعة وحلحلة المشاكل التي تواجههما. نحن موجودون هنا اليوم ممثلين عن الأمم المتحدة للاحتفال بيوم الغذاء العالمي، حيث يسعى الجميع لإنهاء المجاعات والفقر في العالم، وبهذا الصدد نحيي جهود الحكومة العراقية لدورها في تأمين الغذاء للعوائل العراقية. ركزنا الآن في هذا الموضوع على جوانب مهمة في الزراعة، منها تقنيات الري التي تعتبر من المواضيع الملحة في العراق، خاصة في ظل التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة والعواصف الترابية وشحدة الإيرادات المائية خاصة في دجلة والفرات. وفيما يسعى المعنيون لتوفير مستلزمات الفلاحين عبر الطرق المتاحة لتحسين واقعهم المعيشي، شدد آخرون على ضرورة الوعي بأهمية استغلال الثروات. كان هناك العديد من المشاريع التي تستهدف الفلاح المتضرر، كتوزيع البذور والأسمدة، كتوزيع العلف الحيواني، وأيضا مشروع النقد مقابل العمل. منظمة FAO مع الوزارة مع خبراء الأسماك تمكننا نعيد قليل من الثروة السمكية، خاصة من الأسماك العراقية. قبل اسبوعين او اكثر اطلقنا 25 الف كفيه بني قطان شبوط في محميه الرضوانيه على امل اعاده خزين الثروه السمكيه. مشاكل عده تعاني منها الزراعه في العراق، منها تحويل الاراضي الى دور للسكن، مما يتسبب في قله المساحات الصالحه للزراعه، وهو ما يحتم على المسؤولين اتخاذ اجراءات تردع ذلك. من بغداد، احمد مهدي السومريه.